كله ترى كله شوف كانت شوف رجوع الفريق المباراة اللهم لك الحمد اقسم بالله برجاله داخل الملعب ثاني شيء لعب تغيير خلاص يا على قول المباراه 1-0 زي 3-0 نهائي لعبت المهاجمين وضغط قدام الحمد لله استغلنا على طول بعد نزول المهاجم الثاني سجلنا الهدف الثاني هدف التعادل الاول رجعنا المباراه عودنا رجعنا حفظنا خلاص اخر دقيقتين بقى على المباراه وقت بدل ضايع وركلات الحظ هارد لك شباب الوادي فريق شاب ما قصر وصولوا للنهائي ما قصر هذا المفروض يعطيهم حافز ودافع معنا للبطولة الجاية لا يعطيهم انهيار ونزول والحمد لله على البطولة ذي أبارك الجميع محبين الماستر جميع محبين الماستر وبارك كمان لجهة الماستر الخفية اللي وراء دعما ووصولا لهذا النهائي وبارك للرجال داخل الملعب 16 لاعب و15 لاعب معي من بداية البطولة لنهاية البطولة هم الرجال اللي جابوا لنا هذه البطولة متى حسيت كده ان المباراة رائعة الشوط الاول ضيعنا هدفين الشوط الاول ضيعنا هدفين قلت ما راح ممكن ما راح نسجل راح تصير بنتيات يوم جابوا هدف لازم انت تهاجم وتسجل الحمد لله جبنا هدف التعادل ايش هرجتك انت في البلنتيات ما تتابع ايش المشكله اعصاب ما احب اتابع انت تابعها في الاعاده اما لايف لا يمكن اتابعها نهائيا من يوم 7-5 سنوات من يوم سويت فريق من عام 37 الى يوم كذا من اول بطوله حققناها حق نجوم الكحل عام 38 وانا بلنتيات ما اتابع ايش يعني معلم هل هي ثقه من الفريق يعني انت شاكك في اللعيبه لا لا ثقه في اللعيبه وذاك وقت يا اخي شعور كذا انك لما تتابع تشوف ما ايش اقول لك يعني صعب صعب تشوف الضياع قدام زميلك لكن اللي انت ما تشوفه عادي تستقبلها بعدين تشوف الاعاده مبروك حبيبي كيف شفت المباراه انت؟ مباراه ممتعه صراحه البدايه مبارك للاخ عيد فريقه صراحه بطل ويستحق البطوله طبعا شباب الوادي يعتبر فريق يعني برضه وصوله لهذه مباراة الكاس يعتبر انجاز له بحد ذاته وما في خاسر بينهم بالعكس كلهم ما قصروا في الملعب لكن تعرف ان النهائي لازم فايز ولازم في يعني على قولتهم التنافس هذا لازم منه والف مبروك له وبيني وبينك عاد نشكر المنظمين البطولة نشكر على الجو والفعالية هذه الحلوة اللي الشباب كلهم مشاركين فيها يعطيك العافية أنت كمان حبيبي يلا مبروكين يا أبوي الله يكرمنا